لان مشاري شوف تبي تحيه طيبه لجميع متابعي ومتابعات، كنحييكم من مدينه السعيديه. اذا هنا في مدينه السعيديه نشوف الاجواء كيف دايره طبيعه الحال. كتشوفوا معنا الناس كتنزل، نعاود ندير واحد الجوله هنايا في كورنيش مدينه السعيديه. يوم الجمعة حتى السبت أي جهة اللي فيها الشاطئ كل شيء كيجي باش يتنزه باش يتبرد بهذا المعنى هذا. إذا كيف هاد الحرارة ضروري للاستجمام العائلات الطاقة الشرقية، وكاين الناس اللي مخيمين هنايا أصلا الناس تاع الطاقة الشرقية كلهم كيطلعوا للسعيدية كاين تقريبا كل يوم العشية كيرجعوا بالطوموبيلات ديالهم. المسافه كانت تقريبا 70 كيلومتر 67 كيلومتر واحد الساعه ديال الطريق. هذا كيخلي الناس ما كتعكسش كيجيو كيبحروا، هذا شيء جميل بطبيعه الحال. كنتمنى حنا الخير للجميع، عطله سعيده كاع الناس اللي راهم كونجي. غير كاين واحد الحاجه إخوان، الله يجازيكم بخير، حاولوا تعرفوا فين تمشيو تاكلوا، لأن ولات واحد لوتريك وقع. واحد الأصدقاء ديالنا مشاو ياكلوا عند واحد ريستورون بالضبط جاي في الدار ديال التينيس، لا دوزيام ريستورون، كيدير داكشي نتاع الشواية. المهم وصلوني دي فيديو اللي صراحة داكشي خايب بزاف، يعني كفتة خيلو نتوما كفتة طايبة من برا من الداخل ما طايباش. انا شنو داكشي اللي مطحون تما، واش جلود واش شحمه واش، المهم بزاف تاع الامور للاسف. لهذا الانسان خصو يحضر راسو يعرف عند من ياكل. رانا وضو مع السيد تما لا باكار، وفي الاخر كنطلبوا حتى المسؤولين انهم يحاولوا كما كنقولوا حنايا يحاولوا كوني السعيدية كما كتشوفو معنا. الإنسان يحاول يعرف فين ياكل. واحد الصديق البارحة عاوتاني تعرض لتسمم، كلا شي حوت ماشي هذاك هو. كاينين عاوتاني الناس اللي كانوا يتسمو في واحد لوطيل 5 إطوال، يعني كان مجموعة تاع الأمور للأسف. لهذا الانسان يحاول يحذى راسو الاخوان اخوات. اذا هذا هو ليل مدينه السعيديه، احييكم من لاكورنيش ديال السعيديه، نحاول نقرب لكم شويه من الاجواء. نتبارطاجي مع هذا المباشر في الأجواء هنا. إن شاء الله الناس كل شيء كيتسارى. الجو بدا يبرد شوية، شوفوا لاكورنيش عامر.
بالنهار هذا كون كيكون شويه، بالليل كيعمر. والشاطئ العكس بطبيعه الحال، يوم الشاطئ كان عامر بزاف، خصوصا حنا في يوم الجمعه ويكاند. لاحظوا معايا حتى اطفال مخيمات مخيمين هنايا في السعيدية. اجواء جميلة جدا. حنا نقربكم الاجواء هنايا شوارع.
الاف. الشاطئ Thank you.